عليكم ورحمة الله. معكم الناس الجالية طريق من بركان نيزناسن. مرحبا بالناس الجالية ومنطقة السعيدية رانا فيها، منطقة زوينة مولفين كنجيو لها، وكاين كبطولو راس الماء الشواية. مرحبا بكاع المغاربة، كنرحبوا بكم الناس. انا الشاطئ والسعيدية منطقة زوينة، فيها شاطئ نقي وزوين وكبير، فيها كل شيء، الاجواء زوينة هنا، الناس طيبة، التعامل مزيان، يعني ما كاين حتى شي عائق يعني يخليك ما تجيش للسعيدية، فهمت؟ الترونسبورت موجود. والله الا صراحة كنتوحشوا هذه الاجواء من كنجيو للبلاد ديالنا. السلام عليكم، معكم رشيد القاسمي ومرحبا بكم في مدينة السعيدية، احسن البحر في العالم، يا ثمان مزيغن. تبارك الله عليكم، ترحب غزيكم دي السعيدية. بالنسبة لنش السعيدية دي جن البحر غاس تاريخة كيدي زي الطفولينو نش دي السعيدية توغاري عاد 13 عام منتس فاكونس يجل الحياة دي جل حاجة سعد تيختنتين عما ستتو دوك وخاندور العالم كامل. السعيدية تبقى ديما عندها بلاصتها في قلبي، قاش طفولة ديالي دوزتها هنايا بار فاكونس مع الدراري صحابي، وعمرو ما نسى البلاصة. جيت بالتاكسي من بركان لهنايا باللوطو بالموبيلا، كاع الحوايج الزينين فوتهم، خيمت هنايا في الطفولة ديالي. تبارك الله زعما أحسن بلاصة في السعيدية، وكنتمنى الناس يشوفوا ويزوروا هاد البلاصة هادي باش يعرفوا السعيدية شكون هي. وتبارك الله عليكم كاملين، جميع الحوايج ديرهم هنايا، المهرجانات، بنادم يتبحر، كاين أي حاجة بغيتها كاينة. وتحية للمغرب، أحسن بلد في العالم. بالنسبة للعام اللي فات وهاد العام يبان لي الجو زاد زيان بالنسبة للزون تاع ربي، والناس عاوتاني الإقبال ديما كاين في السعيدية، كنحسوا بصراحة هاد العوام التوالى يعني تبدل بزاف السعيدية، تبدلات ولات فيها بزاف صوالح زينين، تحس براحتك في الأمان، والمهم أي حاجة بغيتها الحمد لله. ولكن ديما السعيدية كانت زينة، وخا دابا زادوا فيها حوايج زينين، نتمنى إن شاء الله تكون ديما زايدة وتكون زاهرة إن شاء الله. أهلين، السلام عليكم، معكم الأخ محمد الطاهر، مقيم بديار المهجر بمدينة كارتاخينا من إسبانيا. هذا الصيف هذا هو تناول العائلة ديالي، أنا والإبنة ديالي والمرأة نتاعي، جينا هنايا اختارينا شاطئ السعيدية لأنه كما كنسمعوا هو أحسن شاطئ في المغرب، والصراحة يعني فيه أثمنة في متناول الجميع. وكننصح الاخوان بالنسبه اللي غادي يجيو للسعيديه يحاولوا يكريو في حي طريفه، ها حي طنجه طريفه جوج، قريب لك المسجد، قريب لك المحلات، كل شيء زوين. وبالنسبه لمدينه السعيديه هي مدينه اللي جايه على من القرب من فرونتير الجي، يعني جايه من قرب الحدود الجزائريه، هي واحد المدينه اللي زوينه وزوينه بزاف. نتمنى ننصح الاخوان انكم تجيو تزوروها، واخا نعيا نوصفها لكم بالجمال نتاعها وبالطيبوبه نتاع الناس نتاعها والاشخاص نتاعها، ماشي كيما غادي تجي وتجرب. I come from London. Saidia is beautiful and it's full of people and I'm very happy to be here. I came across Villa Address by through friends that I know from UK already and they advised me that it's excellent place to be in and good stuff as well and yeah, and that's the reason why I've choose to come here. I find it comfortable and it's very interesting to be here as it's a center of Saidia and we have a beautiful view to the sea and I love it. It's so comfortable. It's excellent place to have Villa Address here. Very, very satisfied. Alhamdulillah. Very satisfied. It's so lovely. Nice, presented nicely. Saidia, it's getting better and better than before. We're getting to see more people every year. As is my country, I love to come here every year, but the hotel is so beautiful to have it in the central of Saidia. We wish the best to our kin and with a long life. Our country is so beautiful to be in and
يحيى الوطن، يحيى الملك، كان يحيى الوطن. So much I can say. I hope everybody will have an excellent time like I did. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف الزياش من مدينة أحفير. المدينة ديال السعيدية هذا العام كتعرف إقبال كبير من الزوار ديالها، سواء من داخل الوطن ولا من خارج الوطن. هذا لاحظناه في لا سيركيلاسيون، في العدد ديال الزوار اللي كاينين اونيفو ديال السعوديه ولا على المحطه السياحيه. لوتيل عرفتو فيا لي ريزو سوسيو. صراحه الموقع ديال لوتيل هو اللي اتيراني اكثر، حيتاش لوندرو فين كاين في المدينه القديمه، واوتيل اليشيل ديال المحطه السياحيه، يعني بحال الا مزيج بين الاصاله والمعاصره، وجبتوه لنا هنايا في لافيل ديال 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 السعيديه في اونيفو ديال المدينه القديمه. هذا هو اللي اتيراني. ابخي لوتيل من دخلنا ليه سي ما شاء الله، سي شي حاجه كيما بانت لينا في لا فيديو، كيما كانت في لا بوبليسيتي. اوتيل جميل صراحه، الكساسو من ناحيه المنظر، كتطلع الحدود المغربيه الجزائريه، كتشوف الشروق ديال الشمس والغروب ديالها اوسي. اوتيل رائع، طلع على البحر. دقيقه راك في لحظه البحر، ميم با دقيقه، 30 سكوند على البلاج. فوالا هادشي اللي كاين. والخدمات على مستوى الفندق، خدمات على مستوى ديال الفنادق الخمس نجوم. الصراحه لو سيرفيس كسوسوا الناس اللي خدامين كاع اللي صارين على الاوتيل الله يعطيهم الصحه، وهذا الشيء قليل هنا في المدينه ديال السعيديه. تبارك الله عليهم. واش غادي نقولوا، كسوسوا لا بوف ولا كاع الاكل ولا الخدمات الفندقيه، كل شيء تبارك الله عليهم. وديما المغرب. انا من مدينه بركان، نكون في الاسبان مدريد، جينا نقضيو العطله مع العائله والاحباب، والله الا فرحانين بزاف. فهمت، كان نقول للمغاربه كاملين يجيو يزوروا منطقه السيد زياو بركان والبنزناس، الناظور، كاب دولو، راس الماء. صراحه منطقه زوينه، والله الا اش نقول لكم، يعني اجواء زوينه، شوف الشاطئ كل شيء زوين، الناس وشكرا. حنا جيناكم من مدينه القنيطره، جينا ندوزو هاد الفاكونس هذا هنايا في مدينه السعيديه. بلاصه زوينه، بحر مليح، ناس مزيانين، الناس اللي عمرها دار معروفين بالجود والكرم ديالهم. تندعو الناس الجاليه المغربيه ولا كاع لي جون ديال برا، الناس لي فرونسي لي زيترونجي اي تو، يجيو لهنايا. راه زعما منطقه مزيانه وسياحيه، واش غادي نقول لك، فيف لو ماروك، وهادشي اللي داروا هنا مزيان، ونكمل كلشي بخير، ويبقاو ديما هكا وديما الناس فرحانين.